حياكم الله من جديد. نرحب بضيفنا دكتور محمد الراشد. بالبداية في 17 مارس أقمته مركز الأبحاث ورشة دعوة لحضور ورشة العمل الإقليمية تجربة الشحن الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وأهميتها لدول مجلس التعاون. نبي تكلمنا عن هالورشة والتقنية هذه. نعم، بداية تقنية طبعا، وشاكركم على اللقاء. يعني حياك الله نواف. طبعا التقنية هذه ما هي حديثة، تقريبا الثمانينات من القرن الماضي، لكن مهمة جدا. يعني هي عبارة عن حقن المياه مثلا معالجة أو غيرها في مكان المياه الجوفية كأسلوب لتعزيز الأمن المائي في أي دولة، فخاصة في دول مجلس التعاون احنا يعني نعاني من شح المياه بشكل عام، خاصة المياه الطبيعية، فنحتاج الى يعني تعويض النقص في المياه الجوفيه سواء نوعيتها او كمياتها حتى اعماقها. بهاي التقنيه طبعا هذه مهمتها انها تعزز وتطور مكامن المياه الجوفيه باعطاء مياه عذبه لهذه المكامن وتطويرها. نبي نتكلم على يوم الماء العالمي اللي هو في شهر مارس دائما يكون، اهميه المياه احنا بالكويت وين واصلين في هذا الموضوع؟ انا دائما دكتور كنت اشوف في حملات تصير مقارنه بين الدول خاصه بافريقيا وصعوبه الوصول يمكن لهذه المياه. ابي نتكلم اليوم احنا بالكويت وين واصلين في يمكن هذا اليوم العالمي مع العالم كله. نعم، هو طبعا 22 مارس من كل عام يحتفل العالم كله في يوم المياه العالمي، وكل سنة يكون في ثيم معين وعنوان معين لهذا اليوم. السنة هذه هو الشعار هو إعطاء المياه أهميتها أو قيمتها. فبالتالي إحنا طبعاً كدول مجلس التعاون عالي مثل ما ذكرت مشحن شح المياه، فتقييم المياه عندنا ضروري جداً يكون لها قيمة عالية غير الدول الثانية اللي تتمتع في مياه طبيعية وأيضاً مياه صناعية أكثر من دول مجلس التعاون. هناك عادة تقام مؤتمرات وورش عمل في هذا اليوم، وخاصة في أسبوع المياه العربي أيضا نفس الوقت يكون أسبوع المياه العربي، بس نظرا لظروف الكورونا والأمور الحالية اللي احنا نعاني منها فالمؤتمرات صار صعب أن نعملها يعني حضوريا، فأصبحت عن طريق الأونلاين. الورشة اللي احنا حضرناها في الأسبوع الماضي نظمناها مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية. هذه هي تقنية الشحن الصناعي. نعم هذه طبعا احنا كورشة عادة تكون الحضور اقل من المؤتمرات، فلله الحمد الحضور كان فوق 100 تقريبا، وكان الحاضرين طبعا في الولايات المتحدة وفي ممثلين عن معظم دول مجلس التعاون، وطرحنا عديد من النقاط المهمة لهذه التقنية. شنو هي تقنية إذا بنوصلها اليوم حق المشاهد؟ شنو يعني تقنية الشحن الصناعي؟ طبعا تخيل كجسم الإنسان، جسم الإنسان وإعطاء مثلا لقاح مثلا عن طريق الإبرة. نعم. احنا نحقن المياه الجوفية، مكان المياه الجوفية مياه معالجة أو مياه تحلية اللي زايدة. فهذا يعني جسم غريب يدش يعني مكمل المياه، فيجب أن يكون يعني في تناسب ما بين المياه المشحونة والمياه الموجودة في مياه كمياه جوفية. نعم. وايضا المكمن، مكونات المكمن، فما نقدر اي دوله تعتمد التقنيه هذه الا بعد ما يكون هناك دراسات ومشاريع تجريبيه لمعرفه تناسب المياه المشحونه اللي هي المياه الجوفيه، مياه عذبه المعالجه، مع المياه الموجوده في المياه الجوفيه في المكامن. اذا ما كان هناك تناسب ما بين هذه المياه راح ترفض المياه الجوفيه، والمكمن راح يرفض المياه هذه، وتكون عندنا مشكله انسداد في الابار وغيرها. فعشان كذي هناك اهميه مهمه يعني كبيره جدا لعمل مشاريع تجريبيه عن طريق مراكز الابحاث والجامعات قبل ما نطبق التقنية هذه بشكل كبير. طبعا التقنية هذه إذا طبقت بشكل صحيح يعني هي تعتبر تعزيز الأمن المائي مثل ما ذكرت في البداية، لأن قاعد تعطيك مياه يعني مصدر مياه جديد بعيد عن أي تخريب أي تلوث موجود في مكان المياه الجوفية. وطبعا المكامن هاي تتميز بسعتها الكبيرة، إن مثل ما ذكرنا أغلب المياه الجوفية مكامنها الآن مستهلكة، يعني أعماقها أصبحت كبيرة، نوعياتها أصبحت مالحة، فإحنا نحتاج مياه عذبة نخزنها في هذه المكامن وكميات كبيرة طبعا نحتاج في وقت الطوارئ. فهذه طبعا هذا شيء يعني مهم جدا لتعزيز الأمن المائي في دول مجلس التعاون وفي الكويت بالذات. يعني احنا نعاني ايضا من شح المياه، عندنا استهلاك كبير بالمياه في الكويت، فوقت الطوارئ سبحان الله احنا نحتاج يعني اعتمادنا على مياه التحليه. مياه التحليه في طبعا في مواقع موجوده واضحه،
حتى خزانات المياه السطحية الموجودة في الكويت أيضا موجودة واضحة، لكن معرضة لأي تخريب أي تلوث لا سمح الله. لكن وجود المياه العذبة في مكان مياه الجوفية بعيدة عن الحوادث، بعيدة عن التخريب، بعيدة عن التلوث، هذا طبعا لحق الطوارئ وحق حتى كتخزين استراتيجي آمن بعيد عن أي ظروف قد تأثر على هذا المخزون. بالتالي عندنا مخزون كبير نحتاجه في وقت الطوارئ، يعني في الصيف مثلا زاد يعني الحمل على المحطات التحلية، ممكن نلجأ لهذا المورد بكل سهولة يعني. طيب دكتور، ما هي مصادر المياه اللي يتم شحنها في مكان من المياه الجوفية؟ هذا خص سؤال، لأن احنا طبعا المصادر عندنا محدودة اللي عندنا في الكويت وفي دول مجلس التعاون. عندنا التحلية وعندنا مياه المعالجة، هي المصادر الرئيسية تقريبا الغير طبيعية. احنا ما عندنا مصادر طبيعية كبيرة مثل الأنهار ومياه الجوفية، أغلبها مالحة أو صليبية مثل عندنا بالكويت. فبالتالي احنا نحتاج عشان نشحن المياه عندنا مياه معالجه خاصه بالكويت، عندنا مياه معالجه رباعيه يعني معالجه بالاغشيه، بالتالي احنا المياه هذه يعني تكون مناسبه لشحنها في مكان المياه الجوفيه، مياه عذبه. ايضا عندنا المصدر الثاني هي مياه التحليه وقت الشتاء، وقت الشتاء طبعا كل معظم المحطات تكون في طور الصيانه، فما في انتاج كبير للمياه في محطات التحليه، فبالتالي هذه المياه متوفره لشحنها في مكان من المياه الجوفيه. نعم، اكيد كان في يعني صعوبات راح تواجه تقنيه الشحن الاصطناعي هذا، شنو اهم الصعوبات اللي راح تواجهكم؟ والله الصعوبات مثل ما ذكرت انه يعني اذا كان المياه اللي نشحنها مو متناسبه مع المكمل او غير متناسبه مع المياه الجوفيه نفسها. عشان شيء تبرز اهميه ان نعمل مشاريع، اهميه مراكز الابحاث في دول مجلس التعاون والجامعات، ان نتاكد من تناسب المياه المشحونه مع المياه الجوفيه ومع المكمن نفسه. اذا ما كان هناك تناسب راح يصير عندنا مشاكل في الشحن، ويكون عندنا ريكفري او يعني استرداد المياه هذه يكون بنسبه ضئيله جدا. فبالتالي هذه واحده من الصعوبات. الصعوبه الثانيه ان تكون يعني مصادر المياه اللي نشحنها تكون بعيده عن المكان اللي احنا مخططين له انه يكون فيه شحن صناعي. هذا راح يعني يزيد التكلفه علينا في توصيل المياه من المصدر الى يعني المياه موقع الشحن الاصطناعي. دكتور، بعد تطبيق هذه الورشه شنو الاشياء المهمه اللي تم طرحها في الورشه وشنو التوصيات اللي توصلتوا لها؟ طبعا الورشه طبعا شارك فيها مثل ما ذكرنا في عندنا المهندس ديفيد باين، هو من امريكا. طبعا امريكا هي الدوله الاولى في الشحن الاصطناعي، وبدات في الثمانينات في القرن الماضي. فعندهم الان حوالي 500 موقع للشحن الصناعي في امريكا، دليل على اهميه هذه التقنيه يعني واستخدامها. وكان ايضا عندنا مشاركين معظم دول مجلس التعاون قدموا كثير من التجارب، في هناك دول مجلس التعاون متقدمه في المجال هذا مثل الامارات، مثل عمان، السعوديه. الكويت احنا بدينا في مشاريع تجريبيه من الثمانينات في معهد الابحاث، لكن التقنيه هذه تحتاج تطبيق. يعني احنا كمراكز ابحاث دورنا ان نثبت ان التقنيه هذه فعاله ويعني كفؤه اقتصاديا وتقنيا، فيها كفاءه يعني، لكن التطبيق يبقى على الجهات التنفيذيه في الدوله. نعم. اللي هي تطبق التقنيه هذه بمجال كبير، وهذا طبعا بالتعاون مع وزاره الكهرباء والماء كان عندنا تعاون حتى في تطبيق المشروع التجريبي، وحتى المشروع القادم احنا قدمنا المقترح ان شاء الله يعني ينظر في وزاره الكهرباء والماء، وبالتالي يعني احنا نطبق التقنيه هذه بشكل كبير في الكويت وتكون لنا يعني كتعزيز الامن المائي في دوله الكويت. اذا قلنا ان شاء الله تم تطبيق هذه التقنيه، شنو الاثار راح يكون مترتبه ان شاء الله عليها في القريب العاجل؟ هو طبعا الاثار اثار اقتصاديه لها، يعني انك يعني طبعا مثل ما ذكرنا هذه طريقه الشحن هذه لو قارنتها في بناء يعني خزانات ارضيه التكلفه راح تكون كبيره، يعني ما في مقارنه بينها وبين التقنيه هذه. الشغله الثانيه استراتيجيه، ان انت مثل ما ذكرت المياه هذه موجوده وبعيده عن اي تخريب كمخزون استراتيجي امن في الدوله اللي تطبق التقنيه هذه. اثار طبعا استراتيجيه واثار اقتصاديه واثار بيئيه، طبعا انت لما تقلل من استهلاك المياه التحليه في استخدام هذه المياه انت راح تاخذ الاثار البيئيه لانتاج المياه بالتحليه. الاثار المعروفه طبعا هناك اثار جانبيه بيئيه لانتاج التحليه حتى المياه المعالجه، وعندنا احنا كميات طبعا احنا بالكويت عندنا مياه المعالجه رباعيا عن طريق الاغشيه، فهذه مناسبه جدا للشحن الاصطناعي، غير الدول الثانيه عندها ثلاثيا يمكن يكون هناك نوع من البكتيريا ونوع من الفيروسات، لكن وجود هالمياه هذه يعني بهالكميه هذه بالنوعيه هذه راح تعزز من وجود مصدر لهذه التقنيه في الكويت. دكتور، اليوم يصادف يوم المياه العالمي. نعم. شنو تحب تقول في هالمناسبة؟ والله احنا طبعا مثل ما ذكرت ان العنوان مال يوم المياه العالمي للسنة هذه هو يعني اعطاء المياه قيمتها، فاحنا لازم يعني كمجتمع ك يعني وزارات، كهيئات تدريس، كهيئات ايضا مراكز ابحاث،
يجب أن نعطي المياه قيمتها عن طريق الترشيد طبعا، عن طريق استخدام الأمثل للمياه. المياه المعالجة في الكويت تقريبا حاليا يعني ما في استخدام كبير لها، فبالتالي احنا نعزز المصدر في استخدامه في استخدامات أخرى يعني غير الزراعة، وغير مثل ما ذكرنا احنا الشحن الصناعي وايد مهم جدا نستخدم المياه المعالجة في الشحن الصناعي. الآن اليوم سمعنا أيضا تم عقد يعني اتفاقية ما بين وزارة الكهرباء والماء الأشغال عفوا مع الكي أو سي لاستخدام هذه المياه في العمليات النفطية، فهذه استخدامات جدا مهمة وعندنا المصدر هذا أيضا والتزايد مع الوقت، كل ما زاد استهلاكنا المياه كل ما زادت المياه المعالجة عندنا، فهذه واحدة من الطرق اللي احنا نستخدمها في بشكل عام. عوضنا بالكويت مع المياه كونك يعني رئيس التنفيذي او المدير التنفيذي لمركز ابحاث المياه، شنو وضع الكويت المائي اذا بنقدر؟ والله شوف الكويت يعني اذا بتطالع كمخزون مائي تعتبر من افضل الدول في مجلس التعاون كمخزون استراتيجي للمياه عندنا موجود. جودة المياه ايضا جودة المياه الكويت تقرب تعتبر الاولى في الشرق الاوسط كجودة مياه، فهذا شيء يطمن. لكن الشيء اللي احنا ودنا يتعزز هو الترشيد سواء من المواطن سواء المؤسسات التجارية، في طبعا في وايد مؤسسات تجارية تعتبر قدوة في ترشيد استخدام المياه. يبقى يعني الأكثر استهلاك المياه في الكويت في النطاق السكني، فاحنا ندعو المواطنين لترشيد المياه، وهي طبعا دعوة تتكرر كل عام خاصة بداية الصيف. فالترشيد هذا طبعا ينعكس على الأجيال القادمة أيضا، يعتبر كصندوق من صناديق الأجيال القادمة هو المياه. مهم جدا احنا ان نعزز الصندوق هذا ونحافظ فيه حق الأجيال القادمة عن طريق ترشيد المياه واستخدام التقنيات اللي تنتجها مراكز الأبحاث العلمية الخاصة بالمياه في الكويت ودول مجلس التعاون. احنا يعني دورنا استشاري، دورنا علمي، نثبت أن التقنية هذه واضحة ومفيدة ولها جدوى اقتصادية وجدوى تقنية، يبقى التنفيذ على الجهات التنفيذية. إحنا هالحلقة هذه مفقودة عندنا بالكويت، فإحنا ودنا يكون تنفيذ لي يعني المشاريع قاعد نسويها تكلف يعني الدولة أموال سواء الباحثين من معدات وهذا غيرها، فإذا لم تجد طريقة للتطبيق راح يكون استفادة منها قليلة جدا. نعم أكيد، يعني هذه هي رسالة اللي توجهها في نهاية اللقاء، الترشيد جدا مهم. نعم. الشركات الخاصة قاعدة تقوم بدورها، الوزارات هم إن شاء الله قايمة بدورها، على المواطنين أن يرشدون في استخدام الماء. في كلمة أخيرة حاب تقولها دكتور محمد؟ أنا شاكركم على اللقاء هذا، وإن شاء الله تكون في يعني لقاءات أكثر بالنسبة للمياه وإبراز دور المعهد مراكز الأبحاث. أنا أيضا أشكر جمعية علوم وتقنية المياه، هي المنظم الثاني مع الكويت للأبحاث العلمية. نعم أكيد مكانك في ليالي الكويت لأي إن شاء الله لقاءات ثانية تكون ويانا. شكرا على وجودك. شكرا. نعم وصلنا من حق ختام الحلقة. نطرونا باكر بنفس التوقيت مع حلقة جديدة مع زملائنا طلال ياقوت وخالد الأنصاري وكابتن فوزي إبراهيم. مع السلامة. الديوانية باكر فما الله.